مساء الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، وعندنا هذه الهونداي الأزيرة موديل 2024 الشكل الجديد، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها. طبعا هذه شغالين عليها تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام، ما شاء الله تبارك الله. طبعا باقي السيارة تحت العمل، ما انتهينا من الشغل عليها. طبعا كل الأجزاء ما شاء الله تبارك الله راكبة، باقي عليها فينيشنج بسيط، ننتهي من العمل، الله يبارك له ما شاء الله. ومساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذا البي ام فئة 735 موديل 2024. طبعا الشباب اشتغلوا من عملية تصحيح الطلاء لكامل بدي وتغسلت السيارة الآن. اللي راح نسوي في السيارة تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام إلى الصدام، بالإضافة تركيب العازل الحراري. طبعا هو بيجي باكيج كامل للعميل، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ويعطيه خيره، ما شاء الله تبارك الله. مساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذا ما شاء الله تبارك الله الرنج روفر فئة سبورت موديل 2024. الشكل الجديد ما شاء الله تبارك الله جدا 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 رائع ولا غلطة، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها. طبعا هذه السيارة اشتغلنا عليها تصحيح طلاء كامل بدي، ما قد تغسل السيارة تجهز. راح نشتغل عليها تطبيق فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام إلى الصدام، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك له ويعطيه خيره، ان شاء الله تبارك الله. وعندنا هنا السيارة الثانية ما شاء الله تبارك الله، مرسيدس اس 450 موديل 2024، نفس النظام، راح اشتغل عليها تصحيح طلاء كامل بدي، وراح نطبق عليها فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام، بالاضافة تركيب العازل الحراري، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها، ما شاء الله تبارك الله. ومساء الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذا الرنج روفر سبورت موديل 2024. طبعا صورته لكم امس قبل العمل على السياره، الان ما شاء الله تبارك الله السياره اغلب القطع فيها راكبه. طبعا اللي اشتغلنا عليها تركيب فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام، واضح معانا اطراف الفيلم. ما باقي السياره تحت العمل، ما انتهينا منها، ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيره، ما شاء الله تبارك الله، بإذن الله انتهي منها اليوم. ويسعد لي مساكم جميعا، ما شاء الله تبارك الله، عندنا هذه البي ام فئة 430 موديل 2023 او 24 على ما اعتقد. المهم ان السياره ما شاء الله تبارك الله جديده زير. طبعا وقت العمل ما لحقت اصورها لكم بسبب ضغط العمل عندنا. طبعا هذا اشتغلنا عليها تركيب فيلم حمايه بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام، والان ما شاء الله تبارك الله السياره جاهزه للتسليم، باقي لها تنظيف الفيلم الخارجي والنانو الداخلي والنانو حق الجنوط، وتسلم للعميل باذن الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لرعيها ويعطيه خيره. هذه صفاوة ولمعة الفيلم، ما شاء الله تبارك الله. طبعا فكينا كالعادة مقابض ذات الأبواب ورجعت طبق الوكالة بدون أي مشاكل، ما شاء الله تبارك الله. هذه صفاوة البدي ما شاء الله تبارك الله،
وعندنا ما شاء الله تبارك الله هذه البي ام فئة 520 موديل 2024 الشكل الجديد ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها. طبعا برضو هذه وقت العمل ما لحقت اصورها لكم، اشتغلنا عليها تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام للصدام بإضافة تركيب العازل الحراري. ما شاء الله تبارك الله، الآن ما شاء الله السيارة جاهزة للتسليم لصفاوت لمعة الفيلم ما شاء الله تبارك الله. ليشوف السيارة ما شاء الله على الأرض الواقع ولا كانوا أي شيء راكب على السيارة، لمعان الفيلم جدا جدا عالي. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها ما شاء الله تبارك الله. ويسعد لي مساءكم جميعا ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذا النيسان الباترون موديل 2024 طبعا واضح معانا من الكبوت، شغالين عليه تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام نفس الباترون الثاني. الباترون الثاني ما شاء الله تبارك الله واكب عليه الفيلم بالكامل، باقي له تكفيلات وفينيشنج بسيط جدا. نرجع للون الابيض ما شاء الله تبارك الله، طبعا فكينا الجوانب هذه عشان يكون تطبيق الفيلم كامل، ترجع تطبق الوكالة بدون أي مشاكل. المرايات الجانبية افتكت وترجع تطبق الوكالة بدون أي مشاكل مع المقابض المساطر. أفضل شيء عشان يطبق الفيلم صح، بعض الناس يقص حول اليد، فما أشوف أنها فكرة مناسبة صراحة. لو تطبق الفيلم كامل أفضل ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشباب شغالين على السيارة باقي، عندنا ما شاء الله تبارك هذا الفيلم. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها ان شاء الله تبارك الله. وعندنا هذا النيسان الباترون الاسود زي ما قلنا لكم، راكب الفيلم عليه بالكامل برضه نفس النظام الابيض، فكينا المقابض فكينا المساطر المرايات الجانبيه ورجع تبقى الوكاله بدون اي مشاكل ما شاء الله تبارك الله. ويسعد لي مساكم جميعا ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذه المرسيدس فئة A200 موديل 2024 ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه وقت العمل ما لحقت اصورها لكم، كان عندنا شوية ضغط. طبعا طبقنا عليها فيلم حماية بي بي اف لكامل البدي من الصدام الى الصدام بالاضافة تركيب العازل الحراري ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها، هاي صفاء وتلمعة الفيلم ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف، تأمل بس تأمل معي، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله. ويسعد لي مساكم جميعا ما شاء الله تبارك الله. عندنا هذه ما شاء الله تبارك الله جينيسيس فئة G80 موديل 2024 ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لرعيها ويعطيه خيرها. طبعا هذه اشتغلنا عليها تركيب فيلم حماية بي بي اف لكامل الواجهة، كامل الواجهة المقصود فيها هو كامل الكبوت والرفرف كامل بالإضافة إلى الصدام والشمعات والمرايات الجانبية والأكتاف ما شاء الله تبارك الله. طبعا باقي بودي السيارة تطبيق نانو سيراميك ثلاث طبقات ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك له ويعطيه خيره. ما شاء الله تبارك الله ما في اي فرق بين لمعة الفيلم ولمعة البدي، لمعة واحدة ولا كأنه اي شيء راكب على السيارة ما شاء الله تبارك الله.
طبعا هو ما شاء الله تبارك الله ماخذ باكج كامل بالاضافه لتركيب العازل الحراري. ما شاء الله تبارك الله.